صباح الخير. كثرة الأنواع أنواع السياحة بلبنان مؤخراً، وصلنا نسمع بسياحة البيئية، سياحة الزراعة، سياحة المستدامة، سياحة المغامرات، وسياحة السياحة الريفية. شو الأمور اللي بتجمعهم، وكيف ممكن كيف هن بيختلفوا؟ رح نعرف مع ضيفة مستشار بتطوير وتسويق السياحة المستدامة، عون أبي عون. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. بونجور شيرين. يعني عون، أنت أصبحت من الزوار أو الضيوف الدايمين بالفقرة علما أنه أنت صاحب فكرة لبنان وضتوس والرأس المدبر بالفقرة. هون لنعطي هيك تفسير أو تعريف بشكل عام عن السياحة المستدامة، ومقارنة بالسياحة الريفية والسياحة المغامرة والسياحة الرياضية. أول شيء بدول صلنا سنتين على الهواء بلبنان وضتوست، وغطينا كتير مناطق وحكينا عن كتير أنواع سياحة بلبنان. وموضوع اليوم بركي من أهم مواضيع اللي بتخص مستقبل السياحة اللبنانية. إذا بدي أعرف باختصار عن أنواع السياحة، خاصة هلأ ترند كتير وعم بيحكوا السياحة البيئية والسياحة الزراعية والسياحة هذا، في شيء بيجمعهم كلهم هو الطبيعة. أوكي، الطبيعة هي أول شغلة. لما بنحكي عن السياحة البيئية عم نحكي عن المشي بالطبيعة، زيارة الضياع، حتى سياحة المغامرة بتفوت بالسياحة البيئية، لأنه عم نحكي تسلق، هورس باك رايدنج، بايكينج بالجبال. هيدي من هذا القسم. من ناحية السياحة الزراعية هي كمان جزء من السياحة الريفية. السياحة الريفية هي لما الواحد يطلع ويعيش نمط الحياة الريفي، يعني يعيش مع العائلة الريفية، يزرع، يقطف، يحضر المونة. بقى صرنا عم نحكي عن شيء مختلف كإكسبيرينس. السياحة المستدامة هي بتضم كل أنواع السياحة، إن كانت ريفية، زراعية، سقفية، تاريخية، كل أنواع السياحة. ليش؟ لأنه هدفها تطور السياحة، تطور الاقتصاد المنطقة، تخلق ديستينيشن، تحافظ على الهيريتج تبع المنطقة. ننتبه انه ما نخلق مشاكل للمدى البعيد، ما نحافظ على كثير قصص. السياحه المستدامه هي الجواب لهذا الشيء. شو الهدف، او ليه صار في هالقبول وهالنيد، هالحاجه لهالنوع من السياحه مؤخرا؟ عم نحكي عن السياحه الريفيه او السياحه الريفيه بالمطلق. نحن فكرتنا اليوم الحلقه عن السياحه الريفيه تحديدا، فبمؤخرا صار في عنا هيك مثل حاجه لهالنوع من السياحه. شو سبب هذه الحاجه؟ هلا الانسان اليوم صار واعي اكثر على قد ايه اهميه الريف والضياع والجبل. قبل كانوا الكل ينزحوا على المدينه، كنا مفكرين انه ما بقى فينا نعيش بالضيعه. اليوم صرنا نشوف قد ايه مهم العيش بضيعه، قد ايه مهم عيشه الجبل، قربنا للارض، قد ايه مهم الاكل الطبيعي. سو الناس صار عندها هالاشتياق وهالفاليو لقد ايه هذا الشيء مهم. ليشوفوا اللي عم نشوفهم بالصور اليوم، يعني الحاجه لنشوف مناظر طبيعيه حلوه، نتقرب اكثر من الطبيعه، ونكون قريبين للريف، ونكون قريبين لحياه الضيعه. الهواء نظيف، ما في الضجيج تبع المدينه، ما في الحياه الهكتك اللي عم نركض كل يوم. في رواء، في لذه الحياه، في الالفه بين الناس، في القعده مع الجيران، في الارض. منخفف ضغط اليومي قد ما عم نعيش ضغط يومي من الشغل، من الامور الحياتيه والتلوث بالمدينه او اي مكان. صار في عنا هيدي الحاجه، وبدنا بنحب نطلع على الطبيعه، وبالتالي بنحب نطلع على الضيعه. من زمان كانت هيدي الامور موجوده تلقائيا، يعني كان الاشخاص عندهم بيوت بالضيعه، فكانت الامور عاديه. بس هلا صارت سياحه، لانه ما بقى عندنا اللكجري انه كل الاشخاص يكون عندهم بيوت بالضيعه. قبل كانت اهين، كان الناس عندهم بيت بالمدينه وبيت بالضيعه، يطلعوا بالويك اندز او يطلعوا يصيفوا بالضيعه. او كانوا يطلعوا العائله، يكون في تطلع عند الجد والست بالضيعه، يقضوا وقتهم معهم يعني بحياتهم يومية. اليوم ما بقى هذا الشيء موجود مثل قبل. يعني في أولاد الضيعة وأهل الضيعة يلي أكتريتهم نزحوا، وأهل الضيعة إذا بيصيرهم يبقوا بالضيعة ما بيقولوا لا. يعني ما حدا بيحب يترك الأكترية، ما بيحبوا يتركوا الجبل وينزلوا على المدينة، لأنه عندهم حياة كتير حلوة. واليوم السياحة الريفية قادرة تأمن
الاستقرار والستابيليتي بمنطقة جبلية ريفية. بقى هذا سبب الأساسي أكيد. بعدين اليوم ما في أجمل من أنه الواحد يطلع يقضي وقت مع عائلة ريفية، يعيش نمط الحياة، يوعى يقضي الصبحية معهم، يروح ويزرع، يقضي أو نروح على البيسيكلات مثل ما قطعت بالصورة قبل شوي، على البيسيكلات ويكون في خواريف وعم نشوفها بالصورة. قدي حلو هذا المنظر على الصبح. هذا مش بس المنظر، الواحد لما بيرجع من بعد ما يقضي فاكيشن او ويك اند بمنطقه ريفيه بيرجع على بيته مغذى بكثير قصص. ونحن بلبنان عندنا كثير مناظر مثل هالمناظر، يعني الضياع والريف كثير غنيه بهالامور. الصوره اللي قطعت كانت بعميق اللي قطع لا بالعقورة. بالعقورة حتى عنا غزلين، عنا فرايتي كتير كبيرة. السائح اللي بيقصد انه يطلع لا يختبر هالنوع من السياحة، السياحة الريفية، شو بيكون بانتظاره؟ حيعيش شيء كتير حلو، في لذة الحياة. أول شيء حيقعد بانفايرمنت، ببابل، بيونيفرس تبع السياحة اللي فيه، تبع الناس اللي يعني كيف عايشين بالمنطقة. حيقعد معه، حيقطف زيتون، حيشرب متى مع الناس، حيروح يحضر عصير الحصرم. يعني في قصص حيعيشها ما بيعيشها بحياته اليومية ابدا. وهذا الشيء عنده فاليو كثير كبير. اليوم أنيس فريحة الكاتب معروف حكي عن من زمان عن حضارة بطريق الزوال، كان بيحكي عن الضيعة اللبنانية وعن الايتون وعن الطاحون وعن تقاليد الضيع. اليوم عم نرجع لهم وهذا شيء كثير حلو، عم نقدر نحافظ عليهم من وراء السياحة. يعني شغلة مفيدة بتفيد الضيعة وبتفيد أهالي الضيعة. نحكي شوي عن فوائد هالنوع من السياحة لا أهالي الضيعة والسكان اللي بعدهم بالضيعة، ويمكن لما يكون في هيك job opportunities ومجال للتوظيف أشخاص بيكون في دافع أكبر ليبقوا بضيعتهم. البنفتس كتار أكيد. أول شيء في عنا البنفتس لأهل الضيعة وفي عنا بنفتس للسواح. البنفت للسواح حكينا عنهم، يعني هو ضيف ببطل سايح عن جد بالمعنى الكوميرشل، بيصير ضيف أكتر. بس بالنسبة للمناطق الريفية، المناطق الريفية حتستفيد من كذا مالي. أول شيء الناس حتبقى بضياع، تاني شيء حنحافظ على تراث، على اللايف ستايل اللي ما بقى كان موجود على فترة طويلة. حنحافظ على التراث المعماري، لأنه اليوم ما في سياحة ريفية بلا أعمار أوتنتيك وريفي وتراديشنال مثل ما كان. حنحافظ على الأكل، اليوم بكل منطقة في عنا أكلة مختلفة عن غير مناطق. حنحافظ على العائلة، اليوم السياحة الريفية بتجمع العائلة، في ألفة، بتجمع الجيران بين بعضهم، بتجمع الضيعة بين بعضهم. عم نرجع على الأرض، الزراعة. اليوم الزراعة كانت عم تختفي من لبنان، اليوم الزراعة صارت عم ترجع كتير مهمة. الناس عم بتلاحظ لا، في يعيش من وراء الأرض، في أزرع وأعمل حياة ديسنت وعيش بمنطقتي. سو عم نرجع على الجذور تبعنا. إذا بدنا نحكي عن الناحية القانونية هون، عن هالمجال مؤونا، يعني في قانون ممكن واحد الأشخاص اللي هن بيشتغلوا بهالمجال يتبعوا؟ أي وزارات هي معنية بهالمجال؟ يعني لما نحكي سياحة أنا أكيد تلقائيا وزارة السياحة. وزارة السياحة أكيد معنية بالموضوع، بس كمان وزارة الزراعة، وزارة البيئة، في كتير وزارات معنيين، وفي كتير بلا يعني في أكثر من governmental department معنيين بهذا الموضوع. ما بترجع بس لوزارة السياحة، هذا شيء أكيد. هلا مقاونني لا منا مقاونني، إذا بدك في دعم ما منلاقي كتير في اهتمام بهول المواضيع بلبنان، مع أنه لبنان لهلا منه أخذ حقه. يعني إذا بتقول السياحة internal، سياحة داخلية، عم نحكي عن السياحة الريفية بلبنان إيه، بس عم تحكي عن لبنان معروف بالسياحة الريفية برات لبنان، السواح بيجوا كرمال هذا الشيء لا، لأنه منا كتير معروفين. بيجوا individual بيكونوا عاملين research، بس منا مسوقين لبنان بهذا المجال، وأصلاً بعد منا جاهزين. لأنه مع أنه في كتير مناطق وضياع بتقدم هالخدمات، ومش بس تقدم الخدمات، عندها كل الـ resources والـ potential والـ services لأنه تقدم هذا الشيء. يعني في عندك دير ميميس، العقورة، بتلون، عترين، بشوف، العميق، سور وضواحي سور، بعكار، يعني في عنا كتير مناطق. بس بعد ما لنا جاهزين كومبليتلي، يعني عنا مبادرات شخصية بس ما عنا destination، rural destination فيها برامج كاملة متكاملة ومنطقة محضرة تكون rural مثل يوروب. يعني ما نطلع نشوف نحن وين مقارنة مع غير بلدين عندهم rural tourism، نحن بعد ما لنا موجودين على الخريطة أكيد.
إذا بدنا نحكي هون بالديس ادفانتجز يعني السلبيات، لما يكون في عنا إيجابيات أكيد بكون في عنا سلبيات. كمان بنرجع بنحكي عن الأشخاص والضيعة اللي عم بيصير عم بيتم الاستقطاب لها، أكيد في سلبيات لازم ناخذها بعين الاعتبار. هلا بس أحكي شوي صغيرة بعد زيادة عن الإيجابيات، إنه الدخل اللي بيفوت على لبنان من وراء السياحة كتير عالي والبوتنشل تبعه كتير أعلى. اليوم في دراسات بتفرجي قد إيه عم نفوت من المدخول الوطني من وراء السياحة. المهم السلبيات هن كتار. أول شغلة هي إنه ما يكون كوميرشل، يضل في الجينوينيتي، ما فينا نقدم سيرفيس يعني نعيش إنسان طالع على الضيعة على منطقة ريفية ببيت عادي أو كأنه أبارتمنت. الإكسبانشن فيها تأثر، في الأسعار اليوم عم نلاقي إنه في أسعار جيست هاوسز بالمناطق الريفية مثل أسعار أوتيل ببيروت، هذا الشيء ما إنه مسموح. صحيح. عون بدي أشكرك كتير، أكيد الموضوع بده أكثر من فقرة وأكثر من الوقت اللي نعطلنا اليوم، رح نرجع نتابع بالموضوع بحلقات مقبلة إن الله راد. Thank you again. مشاهدينا أسبوع المقبل حلقة سامعين بالسكك الحديد والترام، أكيد رح ترجع مع الجمعة الجاية الحلقة مع جمعية تران تران. كيف ما قلكن إلا تابعونا أسبوع المقبل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع. بريك صغير ومنتابع لايف.